هذا يسأل عن العقيقة وهي ما يذبح عن المولود. العقيقة سنة ما هي واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة إذا تيسر، أما إذا كان فقيرا ولا يقدر فما يلزمه أنه يذبح. وكذلك إذا كان ما يقدر على ثنتين للذكر يذبح ولو واحدة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.